في العراق شرعت قوات الجيش مدعومة بالحشد الشعبي ومسلحي العشائر في عملية عسكرية ضد داعش لتحرير عدة مناطق بالأنبار. وأوضحت وزارة الدفاع أن العملية تتم على ثلاثة محاور بإشراف مباشر من رئاسة الأركان. من جهة أخرى أكدت رئاسة الوزراء أن أي دعم خارجي إلى الأنبار سيتم عبر القنوات الرسمية للحكومة المركزية. بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، كثف طيران التحالف الدولي غاراته الجوية على معاقل وأوكار الإرهابيين في الأنبار، حيث أسفرت إحدى الهجمات على موكب للمسلحين على مقتل القاضي الشرعي لقضاء هيتا الملقب بأبو الحارث واثنين من مساعديه، أحدهم سعودي الجنسية والآخر تونسي الجنسية، في ناحية المحمدي التابعة للقضاء. واستمرارا لحملة التطهير للمناطق المحررة، تمكنت قيادة عملية الأنبار خلال المواجهات العنيفة مع جيوب التنظيم في منطقة التأميم من القبض على خمسة إرهابيين أثناء محاولتهم التسلل إلى وسط مدينة الرمادي، فيما قتل خلال الاشتباكات بمنطقتي الحلابسة والنباعي ما يسمى المسؤول الإداري لداعش، وذلك تزامنا مع شن قوة أمنية مشتركة عملية نوعية ضد عصابات التنظيم في الفلاحات شرقي قاعدة الحبانية. وفي شمال البلاد، أحبطت قوة من الجيش هجوما للعناصر الإرهابية قرب مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين، حيث طوقت القوات الأمنية المسلحين في منطقة الزيوت النباتية البوجواري وقضت عليهم. أما في محافظة نينوى فقد نجحت قوات البشمركة في صد هجوم لعصابات داعش الإرهابية على الناحية الجنوبية لقضاء سنجار بين جبل سنجار ومركز القضاء غرب الموصل. من جهة أخرى، أدت تفجيرات إرهابية إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم ضابط في شرطة المرور. الهجوم الأول وقع في سوق شعبي بمنطقة سبع البور شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين. فيما شهد جنوب بابل الهجوم الثاني بعدما انفجرت قنبلة بمنطقة مويلحة التابعة لناحية الإسكندرية شمال مدينة الحلة، ما أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.